طيب ان شاء الله هنبتدي بقى مع بعض دلوقتي جزء فبراير، الجزء الاول ان شاء الله. نبتدي بقى كده الاسئله دي تجمعات فبراير، نكبر بس كده الكلام. طيب اول سؤال بيقول لنا ايه؟ اول سؤال بيقول لنا بعد الاكستراكشن الالفيولار فراكشر كومبليكيشن بيكون اكتر حاجه فين؟ طبعا الالفيولار فراكشر بيكون اكتر حاجه في الابر كناين. ليه؟ لان الابر كناين هنا عنده حاجه اسمها الارتيكولار ايميننس، الايميننس دي اكتر فراكشر او اكتر بون بتتكسر معانا. الموست كومن كانسر اسوشيتد مع الاتش اي الاتش بي في الهيومن بابيلوما فيروس، طبعا بيجي مع الاورال فارينجيال كانسر، لكن الايبشتاين بور فيروس بيجي مع البريكتس لينفوما. الحاجات دي كانت موجوده في الميديسين في منال. وات از ذا بري ريكويست فور الامبلانت سكسس؟ اول حاجه تقول لي ان الامبلانت ده حصل له سكسس هي البرايمري ستابيليتي، لان البرايمري ستابيليتي هي اللي بيعتمد عليها السكندري ستابيليتي وبقيه الاستابيليتيز كلها. طيب لونج سيناريو واداك لاب ريزلت واداك الام سي في اقل من 8، احنا قلنا ان الام سي في بيكون يا اما 100 من 80 ل 100 ده النورمال، يا اما اقل من 80 يا اما اعلى من 100. بيكون اقل من 80 فين؟ بيكون اقل طبعا في البلامر فينسون سندروم. البلامر فينسون سندروم اللي هو بيكون الايرن ديفيشنسي انيميا، ايرن ديفيشنسي انيميا، يبقى الايرن ديفيشنسي انيميا او البلامر فينسون سندروم الاثنين ذا سيم، تمام. لكن بيكون طبيعي من 80 ل 100 في الهيموليتيك انيميا العاديه، وبيكون اكتر من 100 في البرنيشس انيميا والفتيت انيميا والهايبوفيتوس. طبعا الجدول ده موضح الكلام اللي انا قلته. طيب عشان اشوف الانتيريور تيس ليجن او اشوف الكيرز اللي في الانتيريور تيس، لو عايز اشوفها من الانتر بروكسيمال بين السنين وبعضها البعض بشوفها بالترانس الومنيشن. ترانس الومنيشن اللي هو الضوء بتاع الكيورينج بتاع الكومبوزر، تمام. لكن الفيجوال لو انا عايز اشوف الجزء الفيشيال او الكيرز الفيشيال بشوفها ازاي؟ بشوفها من الفيجوال، تمام، او بشوفها بعيني يعني. طيب بيست ميثود تو ديتكت البوستيريور بقى تيس، البوستيريور تيس اللي موجوده ورا بشوفها طبعا بالدياجودين، دي حاجه من الحاجات الحديثه، تمام. طيب البيست ستيرلايزيشن ميثود للانسترومنت، خلي بالك قايل لك هنا للانسترومنت، في حاجه عن الانسترومنت وحاجه عن البريك. لو اتكلم لي عن بيست ستيرلايزيشن ميثود للانسترومنت تبقى هي المويست هيت، لكن للبريك تبقى الدراي هيت. طيب بيشنت كيم ويز ريكرنت اورال ألسر، عنده ريكرنت اورال ألسر وسكين، والبيشنت عنده بروبلم في العين، تمام، وكان بيشوف دكتور عيون اوفثالموجيست، يعني دكتور عيون. وات از ذا موست لايكلي دايجنوستس؟ طبعا عنده مشاكل في الاورال، يعني عنده اورال ألسر وعنده اورال سكين وعنده مشاكل كمان في عينه، يبقى ده وش ده بهجت سندروم او بيكيت ديزيز. البيكيت ديزيز ده بيبقى عنده دايما اورال ألسر في ثلاث حتت، في الميوكوزا وفي السكين وفي الجينيتال ارياز. طيب بيكتشر اوف الامبلانت سوبر كومبليت تو امبلانت يعني ويز بار في المندبل، قلنا ان المندبل بيبقى لو احنا عايزين نعمل اوفر تنشر بنحط اثنين امبلانت. الامبلانت بيكون في البريمولر اريا، دول المينيمم كاونت في المندبل، لكن المندبل بتحط فيه اربعه، ماشي. طيب والبيشنت received the treatment 1 month ago, retention was good. طيب ملخص السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان العيان ده كان عامل اوفر دنشر، والاوفر دنشر ده كان مركبه على امبلانت في المندبل، وبعد شهر جالك الامبلانت ده حصل له زي لوزنينج، تمام. طبعا احنا عارفين ان الاوفر دنشر اللي تحت بيبقوا المينيمم اثنين، او في اغلب الحالات اصلا بيكون حاطين اثنين تحت. لما الاثنين يبقوا موجودين في المندبل بيمسكوا مع الاوفر دنشر في فوق بحاجه زي الرابر، عامل زي الازازه او ازازه الميه والغطا بتاعها، تمام. بس الغطا ده لازم يكون فيه حته رابر، ماشي، او الازازه اللي هي الامبلانت، شكل الامبلانت لازم يكون فيه حته رابر. الرابر ده لو مش موجود الامبلانت مش هيمسك فيه الاوفر دنشر وهيحصل لوزنينج. يبقى سبب اللوزنينج في الاوفر دنشر في المندبل بالذات اللي بيبقى فيه اثنين امبلانت بيبقى بسبب ايه؟ بيبقى بسبب لوزنينج اوف الرابر حوالين الامبلانت، تمام. وخلينا ده ياخدنا لسؤال تاني، ان المينيمم كاونت اوف الامبلانت اللي موجودين في المندبل في الاوفر دنشر، المينيمم نخلي بالنا من كلمه المينيمم وكلمه العادي، المينيمم بيكون اثنين لكن في الطبيعي بنحط اربعه في المندبل، المينيمم في المجزله بيكون اربعه والطبيعي بيكون سته. طيب بعد انسرشن ذا ابر 6 كان في انترفيرنس مع سنتريك اوكلوجن،
تمام، ما دام في انترفيرنس مع السنتريك اوكلوجن، ما دام جبنا سيره السنتريك بس، يبقى احنا هنشيل ايه؟ هنشيل ديستال ابر ميثيال لور اللي هي الدومين، تمام، اللي هي الايه؟ الدومين. ماشي، هاو تو ميجر ذا ميتال سيكنس، هاو تو ميجر ذا ميتال سيكنس اوف البي اف ام. قلنا البورسلين او البي اف ام اللي هو البورسلين فيوز تو ميتال بيتشاف بايه؟ بيتشاف بالاوسون كاليبر، بالاوسون كاليبر. وكمان كان في حاجه كمان، حد فاكر الجوجز والبولي جوج والكلام ده كان فين؟ طيب تمام، يبقى البولي جوك كان بيتشاف بيه ايه؟ البولي جوك كان بيتشاف بيه اللي هو الريموفابل بارشال دنشر اللي هو الاكريل. طبعا الاوسون ده كنا بنشوف بيه اللي هو الثيكنس، تمام، لكن الويليز كنا بنشوف بيه الايه؟ الفيرتيكال اوكلوزال دايمنشن. تمام، طيب نشوف الجزء اللي بعده، ذا ثيرد نمبر اوف الفورث فورمولا. قلنا ان الثيرد نمبر بيكون دبليو اي ال اي، يبقى الثالث بيكون حرف ال ال اللي هو اللينث اوف البليد. تمام، اهو اللينث اوف البليد، ماشي اهو. طيب طبعا 3 نمبر فورمولا والفورث نمبر فورمولا بتيجي في الامتحانات كتير. طيب ميسنج ابر ميسنج لور 6، تمام، والبلين ان انا هحط او الخطه ان انا هحط امبلانت، ماشي، والابر 6 كان الرابتد 3 مللي وفري اوف كيرز نو فورتيشن انفولفمنت، وات از ذا بيست تريتمنت. ما دام السنه ما فيهاش اي كيرز وما فيهاش اي مشكله في البريدونشال، يبقى انا المفروض ان انا اعمل لها ايه؟ ان انا اعمل لها اورثودونتيك انتروجن، يبقى ادخلها لجوه زياده عن اللزوم، ادخلها لجوه عشان هي طالعه لبره زياده عن اللزوم، ما اعملهاش ار سي تي وما اعملهاش اي تضحيه بالفيتاليتي بتاعتها. طيب واحد عنده 20 سنه او واحده جايه مع جنرالايزد بريدونتايز، she mentioned that her family member has the same problem، يعني ديت مشكله وراثيه، تمام، وهي عندها برضو generalized bleeding on problem، والباقي الدبس كان على ال upper 6 وال lower 6 وال upper 4 حوالي 7 بنت. التريتمنت ده بتاعه ايه؟ طبعا التريتمنت بتاعه هي عندها سيستميك، هي عندها سيستميك بيريدونتايتس او سيستماتيك بيريدونتايتس، يبقى العلاج بتاعها ان انا اعمل لها سكيلينج وروت كليننج وانتي بايوتيك، تمام، وتجي لي بعد 3 شهور اعيد لها الموضوع ده تاني او اشوف البروجنوزس كان عامل ازاي، تمام. طيب طبعا ناخد بالنا برضو من اللوكال ديليفري، الانتي بايوتيك اللي هو الانتي بايوتيك اللوكال ديليفري، من ان الاجابه رقم ايه؟ يبقى نروح للوكال ديليفري. اللوكال ديليفري كان ايه؟ كان في عندي البريو شيبس والارتيدوكس والارتيسين والبريوستات، كلهم هم مكتوبين تحتها، تمام. كان الارتيدوكس ده كان دوكسي سايكلين، والارتيسين كان تترا، كان مينو سايكلين، مش كان تترا سايكلين، كان مينو سايكلين، تمام. طيب what is the sign of of incomplete removal of coronal part of the bulb في البيدو patient، في حالات البيدو لما شيل او لما ما شيلش الكورونال بارت بتاعه، يبقى انا بعمل ايه او بيحصل ايه؟ بيحصل طبعا هيموريد. طيب البيست راديوجراف تو اسس البيولوجيكال ويتس، عشان اشوف البيولوجيكال ويتس او اشوف البيولوجيكال ويتس بتاع السنه كله، يبقى انا بشوف بالفيرتيكال بايت وينج، بالفيرتيكال بايت وينج، لكن كان في الكيرز بشوفها بالهوريزونتال بايت وينج. طيب بيشنت جالك العياده بديفيوز سويلنج، ده بدا امبارح ورابيدلي بروجريس، وات از ذا ابروتش مانجمنت؟ المفروض ان العيان ده جالي امبارح، يبقى المفروض ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل له ان انا اعمل له اديله انتي بايوتيك واستنى لحد ما السويلنج يقل شويه وبعدين اعمل انسجن ودرينج. ما اعملش انسجن ودرينج في الاول خالص، عشان انا كده يعني هبوظ الدنيا، لان هو جايب ديفيوز سويلنج وانا مش عارفه الكيس كان سببها ايه، تمام. يبقى اديله انتي بايوتيك يقلل شويه وبعدين اعمل انسجن ودرينج. ولكن السؤال ده عشان احنا اخدنا السؤال ده ناقص، او السؤال ده اللي قايله لنا هو جاله في امتحان ده سؤاله ناقص مش كامل، تمام. اي سويلنج دايما، اي سويلنج دايما بنعمله انسيجن ودرينج، اي سويلنج دايما بنعمله انسيجن ودرينج في الاول، ولكن السؤال هنا مش كامل.
طيب which of the following contraindicated based under the composite. الكومبوزيت ما ينفعش تحته ايه؟ ما ينفعش تحته طبعا الزنك اوكسيد ايجينول، لان هو بيعمل انهبيشن للبوليمرايزيشن رياكشن بتاع الكومبوزيت. طيب طبعا برضو الزنك اوكسيد ايجينول ما ينفعش تحت الامالجم، ليه؟ لان هو هينكسر بسهوله تحت الفورس بتاعت الكوندنسيشن بتاعت الامالجم. طيب picture of exposed bone and patient with zomita. واحد بياخد زوميتا، واحد بياخد زوميتا عشان هو عنده باي او بيعمل البايفوسفينات دراجز، تمام؟ كومبليننج اوف بين، ما دام ابتدى البين يبقى انا كده عديت ستيج 0 وستيج 1، يبقى انا دخلت كده في ستيج 2. طيب ريزوربشن باترن اوف الماكسيلاري بون، قلنا ان الماكسيلاري بون بيحصل له ايه؟ بيحصل له ابورد اند ميديان، ابورد اند ميديان. طيب نرجع تاني للسؤال بتاعنا. الفلورايد فارنش كونترا انديكيتد فين؟ الفلورايد فارنش كونترا انديكيتد في حالات الرينال فيلير، تمام؟ كونترا انديكيتد في حالات الرينال فيلير، لكن في الليفر ديزيز بيتاخد باي مانيوالي. يعني ايه باي انيوالي؟ يعني ايه باي انيوالي؟ يعني مرتين في السنه، بيتاخد مرتين في السنه. طيب هاو تو انكريز ذا وركينج تايم اوف زنك اوكسيد ايجينول امبريشن. الزنك اوكسيد ايجينول امبريشن اللي بناخد بيه سكندري امبريشن، طبعا اعمل له ميكسنج على كولد جلاس سلاب، جلاس سلاب. نقرا برضو الكلام اللي تحتها لان ده بيبقى شرح للكلام كله او بشرح للاجابه عموما. طيب patient complain from moderate stain في السنان، ما دام في كلمه moderate كده يبقى هو وجهنا لحاجه معينه، تمام؟ and your treatment is veneer، ان انا المفروض اعمل له veneer but the patient won't full crown what will you do. ما دام انا قلت ان هو مودريت يبقى انا المفروض ان انا اعمل له veneer، لان دي indication اصلا من الفينير، ولكن العيان عايز فول كراون، العيان عايز فول كراون، يبقى انا المفروض هل اعمل اللي هو عايزه ولا اجنور ولا اريفيوز ولا اريفير تو اذر دكتور. طبعا اريفير تو اذر دكتور، ما ينفعش اريفيوز وما ينفعش اجنور، ما ينفعش اعمل اي حاجه من دي، اوديه لدكتور تاني عشان ياخد اوبينيون تاني ويقول له ان هو المفروض يتعمل له فينير. طيب بيشنت كيم تو يور كلينيك وقال لك او كومبليننج ان هو عنده بين وسويلينج اون البوث سايد during meal time، تمام؟ during meal time اثناء الاكل بالذات بيحصل له وجع على الناحيتين في بقه. The patient او الـ CT didn't show any radiopacity، مفيش اي radiopacity في الـ CT او في الاكس راي. يعني what is the probable cause of the patient to complain؟ طبعا ما دام مفيش فيه اي radiopacity يبقى هو كده شال من دماغي حته ان هي فيها ستون، تمام؟ حته ان فيها ستون، يبقى هي عنده سيالو دينايسيس. سيالو دينوسيس ديت اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن انفلاميشن او عباره عن مرض بيجي في السليفري جلاند، بيخلي السليفري جلاند مش عارفه تطلع السلايفه بتاعتها اثناء الاكل، فبيحصل وجع للبيشنت اثناء الايه؟ اثناء الاكل. طيب الكيمو ميكانيكال لوس اوف ذا سبستنس او التو سبستنس هو ايه؟ الكيمو ميكانيكال يبقى ايروجن، تمام؟ يبقى ايروجن، ماشي؟ طيب الديفينيشن اوف الهيمي سيكشننج، الهيمي سيكشننج ايه هو الديفينيشن بتاعه؟ ان انا بقطع المالتي روت تيث من فوق لتحت، وبخلي يعني من الاخر بخلي السكس فايف او بخلي المولر بري مولر. طيب الديفينيشن اوف الاوتونومي، الديفينيشن اوف الاوتونومي ان هو ان انا المفروض ان انا احافظ على البيشنت رايت او البيشنت عنده حقوق لازم هو يستعملها، ما ينفعش ان انا الغي حقوق العيان. طيب البيشنت اوف الكاباسيتي، يعني ايه الكاباسيتي؟ قدرتي او استيعابي ان انا افهم واحلل واوجه الامور للحاجه الصح عشان اعمل ديسيجن او عشان اعمل قرار مظبوط او اخد قرار مظبوط. طيب الديستنس بتوين الكونتاكت بوينت اوف التوس اند البون تو هاف بابيلا، دايما ما بين الكونتاكت ما بين السنه والبون بتكون اقل من 5 مللي، بتكون اقل من 5 مللي، لان الافرج بتاع البابيلا ما بين السنه والسنه بيكون اقل من 5 مللي، ما بين السنه والامبلانت بيكون 4.2، ما بين الامبلانت والامبلانت بيكون 3.4. طيب الجاتا بركا ديس ادفانتج ايه؟ الجاتا بركا ديس ادفانتج عندي الشرينكج، الجاتا بركا من مشكلها ان هي بيحصل لها شرينكج.
وطبعا برضو عندها لاك اوف اديهيجن لان هي ما بتمسكش كيميكالي مع التوث ستراكشر، بتمسك ميكانيكال بس. طيب الفيشر تونج، وات از ذا ميديكيشن تو بريسكرايب الفيشر تونج؟ اي حاجه تيجي على التونج او فيشر تونج او اي حاجه يبقى علاجها ايه؟ انتي فانجل. طيب ما بديش انتي بيوتيك ما دام ما عنديش اي بكتيريا. patient complain of clicking sound after long dental procedure. كنت بعمل اسنانه وبعد الاسنان ده حصل وجع او حصل كليكنج. What is the type of TMJ disorder؟ TMJ disorder عندي بيبقى فيه 1 و2 و3 او early و-early intermediate و-intermediate و-intermediate late و-intermediate late او gross. تمام؟ فهو دوت ما دام فيه كليكنج، ما دام فيه كليكنج بعد dental procedure يعني مش بسبب مرض، تمام؟ او حصل بسبب كوز انا عملته له، يبقى ده لسه ستيج 1، ده لسه ستيج 1. بيشنت بيقول ان انا عندي problem with opening of the mouth and my jaw looks when I open limited mouth opening. ما دام في عنده limited mouth opening وعنده pain اثناء الفتح، يبقى ده dislocation without reduction. ده dislocation without a without reduction. Patient came with severe pain in particular area في left side وكليكينج ساوند with opening و no trismus. يبقى ده ايه؟ يبقى ده اكيد ده كان عنده myofascial pain disorder MPD. يبقى عنده مشاكل في البري اوريكولار او حوالين الودان، تمام، وعنده كليكينج ساوند بس ما عندوش اي trismus. طيب السؤال ده نسيناه. patient came with desquamative gingivitis. There was a white lesion on the cheek. كان عنده حاجة لونها أبيض على ال cheek. What is the diagnosis of gingival lesion؟ gingival lesion ده عبارة عن إيه؟ ما دام في عنده حاجة لونها أبيض يبقى دي بيمفيكس فيلجاريس، تمام؟ الميوكس ممبرين بيمفيكويد بيكون حروق من الدرجة الثالثة، تمام؟ طيب came with history of trauma painless swelling on lower lip 4x4 ملي. ما دام في painless swelling على اللور ليب وصغير في الحجم وكان في تروما قبل كده، يبقى ديت وش دي ايه؟ دي ميوكوسيل، لان الميوكوسيل بتيجي على اللور ليب، بتيجي صغيره تكون painless وبتيجي بعد التروما. طيب asthmatic patient came to the clinic with cough، تمام، بكح، وده عيان أزمة. What step should be done before starting the procedure؟ ما دام عيان أزمة يبقى لازم يبقى معاه الانهيلر بتاعه أو اللي هو البخاخ بتاعه. طيب best method for care is prevention. عشان أقلل الكيرز في الكوميونتي في المجتمع، هل هعرف أوصل لكل الناس specifically؟ لا، لازم أوصل لهم من خلال المية اللي بيشربوها، يبقى من خلال الفلوريديتد ووتر. طيب patient on steroid بياخد كورتيزون عشان يعمل أزمة، عشان يعالج الأزمة بتاعته. came with multiple white lesion في soft palate. ما دام واحد بياخد كورتيزون وعنده soft palate أو عنده حاجات لونها أبيض على البلد، يبقى ديت إيه؟ يبقى ديت كانديدا، تمام؟ دي من أعراض أصلاً الانهيلر. طيب patient 12 سنة جاي with fever وماليز وليجن على اللور anterior lip mucosa، تمام؟ واحد صغير في السن وعنده فيفر وملايز وعنده ليجن على الليبيال ميكوزا، يبقى ديت ايه؟ يبقى ديت هيربس سيمبلكس فايروس. يبقى ديت هيربس سيمبلكس فايروس، ان هي بتيجي للاطفال اكتر حاجه او السن الصغير. طيب الالوان بتاعه الفايلات مهمه جدا جدا جدا، وخصوصا بيبتدي من اللي هو من السته والثمانيه والعشره، بعدين يجي لل 15، تمام؟ يبقى السته بيكون لونه بينك، وبعدين الثمانية بيكون لونه جراي، والعشرة بيكون لونه بيربل، وبعدين نبتدي بقى الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق والإيه والأخضر والأسود. نخلي بالنا من الألوان. طيب which of the following indicated in the torus؟ قلنا التورس بلاتينس، لو هي كبيرة هنحط لها ميجر كونكتور معين، لو هي صغيرة هنحط لها ميجر كونكتور معين، تمام؟ يبقى لو هي كبيرة هنحط لها هورس شو، لو هي صغيرة هنحط لها anterior posterior palatal stone. In which occlusal interference we adjust the cusp. في كل الاوكلوزال انترفيرنس، الوركينج والنون وركينج والدوميل واللاميل والكلام ده كله، بنعالج الكسب انكلاين، بنعالج الكسب انكلاين، يعني بنعالج اللي هي الحته دي اللي هي حوائط الهرم، تمام؟ لكن بنعالج الكسب بس فين؟ بنعالج الكسب في السنتريك،
في السنتريك، تمام؟ في السنتريك والنون سنتريك، تمام؟ نكمل. طيب most destructive occlusal interference، مين اكتر حاجه destructive، الوركينج ولا النون وركينج؟ طبعا النون وركينج، لان النون وركينج هي اللي مش بعرف اتحكم فيها، تمام؟ طيب patient want to replace multiple place، خلينا patient want to replace multiple posterior teeth with amalgam restoration. البيشنت with high salivary flow، تمام، واوكلوزال فاسد وعنده هاي اوكلوزال فورس، وي شود تيك ان كونسيدريشن تو بريفنت الفيلير. ايه بقى؟ ما دام البيشنت ده اولا عنده هاي سليفري فلو وعنده اوكلوزال فاسد، يعني ايه اوكلوزال فاسد؟ يعني بيعض على اسنانه وهو نايم بالليل، يعني عنده بروكسيزم، يبقى لازم ناخد بالنا من ايه؟ لازم ناخد بالنا من الاوكلوجن بتاعي، تمام؟ طيب التايب اوف ستيرلايزيشن في الدنتال انسترومنت بيبقى بالايه؟ بالستيم او الفويس ستيرلايزيشن. طيب دنتست تاتش ذا تشير، ما دام حضرتك مسكت التشير يبقى نعمل له ديس انفكت، تمام؟ التشير مش هيروح للاوتوكلاف يعني. بيشنت فوميت اون ذا فلور، تبقى ديت ايه؟ البيشنت فوميت اون ذا فلور ديت حاجه انفكشوس. لكن لو قال لك في السؤال ان العيان ده كان عنده فيروس سي، فيروس بي، ايدز، اتش اي في، اي حاجه من دي، بقى هو كونتامينيتد، يبقى اي حاجه بتعدي او contagious. طيب patient what type of disinfect، طبعا patient ما دام vomit يبقى هو ديت حاجه intermediate، ده لو هو patient عادي، لكن لو patient عنده virus يبقى ديت حاجه high. طيب extract asymptomatic tooth which waste، لما اعمل extraction ل asymptomatic tooth، اما اعمل extraction لسنه وهرميها يبقى انا احطها فين؟ في الانفكشوس، infectious disposal. most litter with pronunciation problem في الدنشر، اكتر ناس عندهم مشاكل في الدنشر او الناس اللي بيلبسوا دنشر، اكتر حرف بيبقى صعب عندهم هو حرف الاس، حرف الاس، تمام؟ حرف الكي، الكي بيجي من مشاكل في الروجي اريا، بيجي من مشاكل في الروجي اريا. طيب طبعا ذاكرنا الحروف كتير في اسئله التنظيميه واسئله التجميعات اللي قبل كده كتير يعني. طيب بير امبريشن فور الاونلي، ما دام بنتكلم على فيكسد بروسودونتكس يبقى احنا بنتكلم على البي في اس البولي فينايل سيليكون. طيب الامبريشن ويز لونج سيتنج تايم، اكتر امبريشن بيقعد فتره طويله هو مين؟ هو البولي سلفايد. طيب الراديوجرافيك ابييرنس اوف الباكيتس ديزيز، الباكيتس ديزيز دايما بيكون كوتون وول ابييرنس. طيب رابيد اكسبانشن، الرابيد اكسبانشن اكتيفيتد، البتاع بتاع الاورسو اللي هي الاجهزه بتاعه الاورسو، الاجهزه بتاعه الاورسو لما بتبقى رابيد اكسبانشن او بفكها بسرعه او بعدلها بسرعه بتتعدل او بتتفتح كل قد ايه؟ بتتفتح مره في اليوم، بتتفتح مره في اليوم، تمام؟ طيب كنت تقريبا 5.10 مللي. طيب active orthodontic patient undergo radiotherapy what expected I forget but they didn't mention any other necrosis. عموما الاكتيف اورثودونتيك او الاورثودونتيك بيعمل ايه؟ الاورثودونتيك بيعمل سلو توث موفمنت، الاورثو عمره ما يعمل رابيد توث موفمنت، تمام؟ الاورثو بيعمل سلو توث موفمنت. بيشنت بياخد بايفوسفانيت وراح وراح للاكستراكشن وفي الريميننج روت، وات از ذا مانجمنت؟ ما ينفعش ان انا اعمل لعيان بياخد بايفوسفانيت ما ينفعش ان اعمل له اكستراكشن، نعمل له اندو حتى لو السنه كانت نون ريستورابل، تمام؟ طيب بيست ريبليسمنت فور السنجل ميسنج فرونت توث فور الهيلثي بيشنت، بيست ريبليسمنت عندي دايما الامبلانت، يجي بعده الميرلاند بريدج، ده نوع من انواع الكونزرفتيف فيكسد، وبعدين يجي الفيكسد كراون، وبعدين يجي البريدج، وبعدين في الاخر خالص الريموفابل. طيب التروما اون الابر فرونت تيث افلجن، حصل تروما وحصل افلجن على السنه upper central. On following up the patient has negative test result related to 1 و 2. تمام. Which tooth
to start ال RCT. مين اكتر سن واحد عيان حصل له تروما؟ تمام، بعد ما حصل له تروما لقيت ان في السنتين اللي هي الابر ليفت والابر رايت سنترال الاثنين دول كانوا مش حاسين بالريزلت او مش حاسين بالنكروز او مش حاسين بالتست بتاع البلب. تمام، بس هو قايل لك في السؤال ان السنه رقم 2 1 هي اللي كان حصل لها اصلا الافالجن. مين بقى اللي ابتدي منه الار سي تي؟ طبعا اللي ابتدي منه الار سي تي هي ال 2 1، لان هي ال 2 1 هي الاساس المشكله، او هي اللي عملت التروما، او هي اللي حصل لها تروما في الاول، فديت لازم ان انا اعالجها في الاول. طيب السبلكسيشن سبلنت قلنا ان هي دي 2 ويكس. تمام، عندي كلمتين، عندي سيكا ودايل. السيكا اللي هي السبل منها كلمه السبلكسيشن اللي هي بتكون 2 ويك. طيب الابريجن اوف التيس مين اللي بيعمله؟ طبعا التوث بيست. تمام، طبعا التوث باودر، معلش التوث باودر. تمام، التوث باودر هو اللي بيعمل الابريجن. التوث باودر هو اللي موجود جوه التوث بيست. تمام، هو مش التوث بيست، هو التوث باودر جوه التوث بيست. اوكي، ماتيريال في السلايفا تمنع البكتيريا الاكيوميليشن. السلايفا فيها حاجه اسمها اللايزوزومز. اللايزوزومز بالعربي يعني الانزيمات الهاضمه. الانزيمات الهاضمه دي بتمنع ان البكتيريا تعيش جوانا بطريقه وحشه. تمام، فهي عباره عن اللايزوزومز. لونج ستوري اباوت سموكر بيشنت. وات وي جيف توبيكالي افتر سكيلينج اند روت كلينينج. بيست سوليوشن عندي هو الكلوروكسيدين، مفيش غيره. Which of the following was common symptoms of diarrhea؟ مين اكتر انتيبيوتيك بيعمل لي diarrhea؟ هو طبعا كليندامايسين، وبيعمل لي membranous colitis، مشاكل في القولون. طيب inferior alveolar nerve واللينجوال نيرف بلوك اتاخدوا للعيان. تمام، during the extraction the patient تحس ببين distal 5 و 6، which intervention should be given؟ المفروض ان انا ادي للعيان ايه؟ المفروض ان انا كده باقي لي من النيرف بلوك اللونج بقر اللي هو بديله انفلتريشن في الشفره. طيب during diabetic patient بياخد انسولين وجاي باابوينتمنت. تمام، during the procedure he start feeling hungry، حاسس ان هو جعان وعنده blurred vision. تمام، with time he didn't respond and became unconscious، فقد وعي. What is the cause؟ حصل ايه؟ حصل ان هو حصل له انسولين شوك. ليه؟ لان الشخص ده بياخد انسولين، فخد الانسولين وجالك من غير ما ياكل، فحصل له انسولين شوك. تمام، طيب البيشنت ويز ميسنج all lower molar، عنده فقد كل اللور مولر وبريدونتال كومبرومايز لور فرونت كيس. وات يوز از ا دايركت ريتينر؟ ما دام هو قال لك ان هو عنده فاقد كل اللور مولرز، تمام، وعنده بريدونتال كومبرومايز لور فرونتال انتيريور تيس، يعني اللور فرونتال انتيريور تيس كومبرومايز، يعني ايه؟ يعني فيها مشاكل في البريو، يعني محتاجه حاجه ان انا اسندها. ايه الحاجه اللي تسند؟ الحاجه اللي تسند هي اللينجوال بليت. تمام، لان اللينجوال بار عباره عن شريط رفيع، يعني مش هيمسك حاجه، مش هيمسك الاسنان. افتر انستيزيا بتاعت الابر سيكس البيشنت تحس باتشنج وسويلنج على الليفت سايد اوف الابر ليب. وات از ذا لوكال انستيزيا كوز ذس؟ الانستيزيا اللي بتعمل كده هي البروكين. البروكين، تمام، هي البروكين. طيب كومبوننت اوف اللوكال انستيزيا اللي بيعمل لي الازماتيك اتاك، وده اخذناه في الكراش كورس، هو الصوديوم سلفيت. الصوديوم سلفيت، تمام. طيب نراجع مكونات اللوكال انستيزيا تاني. الازماتيك بيشنت، ازماتيك بيشنت ويز لونج اكستراكشن بروسيدر، واحد عنده ازمه، تمام، وهيخلع، بيحتاج سترونج افكتيف بين كيلر. وات ميديسين تو بريسكرايب؟ فده هو عنده ازمه، عنده مشاكل في الرئه، فما ينفعش اديله لا دوكليفيناك ولا ايبيبروفين ولا الكلام ده. السيفست هو الاسيتومينافين. تمام، طيب الانكشس بيشنت كيم تو ذا كلينيك، واحد عنده anxiety. تمام، when الاكس راي ستارت تو بريبيرد هي ستارت هاف سويتنج، يعني اول ما بدات اشغل الاكس راي ابتدى ان هو يبقى عنده سويتنج ولو بلاد بريشر وبرادي كارديا والكلام ده كله. تمام، المفروض ان انا احط العيان ده في ايه؟ ان انا المفروض اخلي العيان ده نايم سوباين، نايم سوباين، نايم على ظهره.
patient have trauma to the left body of the mandible. He will have ايه؟ ما دام عنده تروما في الليفت بودي يبقى حصل ايه؟ يبقى هو الليفت بودي بتاع المندبل هو اللي مكسور والرايت كوندايل هي اللي مكسوره، تمام؟ يبقى الليفت بودي والرايت كوندايل، الجزء اللي فيه التروما هو اللي فيه البودي المكسور، لكن الجزء الثاني الكوندايل هي اللي هتتكسر. Which of the following cause excessive high blood pressure when الابنفرين used؟ تمام؟ الابنفرين لما اجي استخدمه هيعمل لي هاي بلاد بريشر مع مين؟ مع النون سيلكتيف بيتا بلوكرز، مع النون سيلكتيف بيتا بلوكرز، تمام؟ لان هي ما بتعملش سيلكشن لاي حاجه، هي بتدخل وتعلي بلاد بريشر وخلاص. تمام. طيب why clinical prefer الموديفايد ريدج لاب في الماكسيلري بري مولر ريجن؟ ليه؟ قلنا الموديفايد ريدج لاب دي كانت ايه؟ الموديفايد ريدج لاب دي كانت في الصور اللي تحت، اللي هي ثالث واحده من تحت، رابع واحده قصدي من تحت، اللي كانت ماسكه من على الفيشيال او لاصقه من على الفيشيال وسايبه من ورا من حته من اللينجوال سايبه فراغ او مش لازقه على الجنجر. ليه؟ لان هي شكلها حلوه بس في نفس الوقت هايجينيك، تمام؟ يبقى اثياتيك ان كونسيرن الاجابه صحيحه. طيب سيرفايكال بيرفوريشن، عملت حضرتك سيرفايكال بيرفوريشن ايميديت ام تي اي ابلكيشن دون، البروجنوزس هيبقى ايه؟ طبعا البروجنوزس هيبقى جود، لان ما دام البيرفوريشن قلنا علاج البيرفوريشن ان انا اقفله ايميديتلي، مش فارقه ان انا اقفله ايميديتلي، لازم اوقف الشغل ولازم اقفله ايميديتلي، فاول ما اقفله ايميديتلي يبقى البروجنوزس بتاعي كويس، ما دام هو سيرفايكال يعني فوق الكريستال بون يعني ديت حاجه كويسه، تمام؟ طيب Caucasian involvement mesial to maxillary first premolar، البروجنوزس هيبقى ايه؟ ما دام حصل فوركيشن انفولفمنت في الابر بريمولر في الكونكافيتي بتاعه او في الميزيال كونكافيتي، البروجنوزس بتاعها بور، لان حضرتك كده دخلت في العظم، دخلت في العظم. طيب patient complain of pain and visit to extract the lower third molar. There is no bone resorption distal second molar. He brought the panorama of the lower molar which is partially erupted and close to the inferior alveolar canal. مدام اللور مدام اللور مولر قريب من الانفيريور الفولار كانال وهو عنده بين ولازم نخلعه او التريتمنت بلان قررت ان احنا نخلع السنه، نقرا السؤال كويس، وهو قريب من الانفيريور الفولار كانال، فلو حضرتك جيت خلعته هتقطع الانفيريور الفولار كانال معاه، هيبقى احنا نعمل ايه؟ كورينكتومي. ايه الكورينكتومي ده؟ ان انا بقطع الكرونال بارت بس او بقطع الكراون بتاع اللور ثيرد مولر. طيب الموفمنت بتاع البيزو الكتريك التراسونيك بيكون باك اند فورث، قدام وورا، تمام؟ كان ايه؟ كان لينير، لكن الماجنتيك كونستريكتيف كان ايه؟ كان الليبتيكال اللي هو حرف 8 او عامل زي المغناطيس. وات از ذا افكت اوف ستيرويد اون الدايبيتيك بيشنت؟ الستيرويد بيعمل ايه؟ بيزود لي البلاد شوجر، بيزود لي السكر الدم، تمام؟ طيب الدروباك اوف الكالسيوم هيدروكسيد في البرايمري كيس، دايما الكالسيوم هيدروكسيد في الاسنان البرايمري يعمل لي ايه؟ يعمل لي انترنال ريزوربشن. بيشنت ويز ميسنج، عنده ميسنج، دي عايزه رسمه 3 4 3 5 3 6 3 7، يعني فاقد في اللور ليفت اريا 4 و5 و6 و7، تمام؟ ويتش كلاسب ويل بي يوز، هتستخدم ايه؟ هتستخدم الرينج كلاسب. طيب السبيس ليه؟ خلي بالك ليه هنستخدم هنا الرينج كلاس؟ حلو نستخدم، لان قال لك 7 تلتد، بما ان 7 تلتد يبقى لازم اجيب حاجه تمسكه كله، اجيب حاجه تمسكه كله، مش هينفع امشي على الاكزيال انكلاينيشن بتاعه ان هو مش مظبوط، هو مش ساوند، مش واقف مظبوط، هو واقف تلتد، تمام؟ فبالتالي لازم اجيب كلاس بيمسكه من كل النواحي، يبقى امسكه منين؟ اجيب الرينج كلاس. طيب space between teeth will space between teeth in the occlusal surface known as the space اللي ما بين the occlusal surface بيبقى اسمه كريستيان فينومينا، بيبقى اسمه ايه؟ كريستيان فينومينا. طيب key be result indicating tuberculosis، ما دام الشخص ده عنده tuberculosis يبقى هو الريزلت بتاعه تطلع اكتر من او تساوي 15. طيب واحد عنده 17 سنه جاي العياده
واحد عنده 17 سنه جاي العياده من غير اهله، خلاص مش محتاجه تكمل بالسؤال. واحد عنده 17 سنه ده اقل من السن القانوني، يبقى المفروض ان يجيب اهله او البيرنت او الجارديان بتاعه. طيب بالبيكتومي كيس، واحد عنده عملنا بالبيكتومي وزنك اوكسايد ووز اكسترودد، تمام. وات وود ات كوز، هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ مش هيحصل اي حاجه، مش هيحصل اي allergic reaction، هيحصل بس ان الزنك اوكسيد هيريزورب بعد كده، ان الزنك اوكسيد ما بيعملش اي حاجه عندنا، تمام. طيب البيشنت ويز كومبليكيتد كارديوفاسكولار هيستوري، بيشنت ويز كومبليكيتد كارديوفاسكولار هيستوري، عنده مشاكل في القلب، تمام، وعنده بيتنج ايديما ان هيز فيت، عنده ايديما في رجله، تمام. واللور فروم اللور بارت، وات وود بي ذا دايجنوزس، واحد عنده مشاكل في القلب ورجله تخينه او رجله فيها اديمه او رجله ورمه، يبقى ده عنده ايه؟ ده عنده هارت فيلير، فشل في القلب على طول، تمام. طيب الدنتست ووز تيلينج ا ستوري تو ا تشايلد ديورينج جيفينج اللوكال انستيزيا، وات تايب اوف مانجمنت، ده عباره عن ايه؟ ان تايب اوف ديستراكشن، ان انا باخد دماغه او باخد تفكيره لحته ثانيه غير اللوكال انستيزيا، اعمل له ديستراكشن او تمويه يعني. كالكوليت ذا دوز اوف الليدوكاين، الليدوكاين احنا او قلنا الدوزس قبل كده كتير. طيب هيومن بابلوما از اسوشيتد مع ايه؟ ده كان اول سؤال خالص، كان مع الاوروفارينجيال كانسر. طيب البرسنتيج اوف نون ريبورتد شارب انسترومنت انجري، في ناس بيحصل لهم انجري من الانسترومنتس بتحصل حوالي 35%. طيب بيشنت ويز كوبت اللي هو الكورونري او الكرونيك بالمونري ديزيز، وعنده انكزايتي وين فيزيتنج ذا دنتست، وات بي ذا ابروتش مانجمنت، المفروض ان انا اقلل الانكزايتي دي لاقل حاجه ممكنه، المفروض ان انا اقلل الانكزايتي ويبقى انا عندي كل الامرجنسي، كل حاجات الامرجنسي بتاعت الانكزايتي، واتكلمنا عن الكلام ده كتير وعملت لكم تلخيص قبل كده عن الازمه في منال او في الكوبتس ديز في منال. طيب asthmatic patient and you do extraction but the patient feel anxious what would be the appropriate management، برضو نقرا الكلام ده، نديله اكسجين انهاليشن، اكسجين يهدي الازمه شويه. طيب anterior reduce anterior reduce the disc displacement would lead to ما دام في displacement وفي anterior disc في anterior disc displacement يبقى ده ايه؟ يبقى هيبقى معاه clicking on opening and closing، هيحصل فيه clicking، تمام. الكريبيتس ده في ال without without reduction، تمام. What is the two plate of wax attached to the custom tray called، اسمها الريكورد بلوك، الريكورد بلوك اللي هي عباره عن الواكس اللي ماسك مع حته الاكريل. طيب you are working in a clinic and you notice your supervisor facilitates the interference of his relative and friend better than quick care. What did he violate? يبقى هو عمل ايه؟ الدكتور ده عمل ايه؟ الدكتور ده عمل ان هو دخل قرايبه واصحابه عن المرضى، يبقى هو عمل او هو كان unprofessional، يبقى هو اخترق الجاستس، اخترق مبدأ العدالة بين الناس، عمل في اي بي بيشنت وهم مش في اي بي ولا حاجه، هم قرايبه بس يعني. طيب الانتي اس اس اي ده بيستخدم لايه؟ للسكنكلوبس اريثروماتوزوس، ده قلناه قبل كده. ديفرنس بتوين الفيوجن والجيمينيشن، قلنا ان الجيمينيشن دي عباره عن سنه طالعه لي في البق على شكل كراون كبير مفلوق من النص، تمام. هل الجيمينيشن ده يقابله نقص في عدد الاسنان ولا لا؟ لا يقابله نقص في عدد الاسنان، عدد الاسنان بتبقى طبيعيه جدا، لكن الفيوجن ده عباره عن التحام سنتين مختلفتين عن بعض خالص، بقى عندهم تو روتس تو بالب كانال واثنين كراون لازقين في بعض فوق، فيقابله او يصاحبه نقص في عدد الاسنان، تمام، يصاحبه نقص في عدد الاسنان. طيب جي بي ويز بيرفورمينج سيرجيكال اكستراكشن اند هيت اللينجوال نيرف، حضرتك كنت جي بي وعملت قطع لللينجوال نيرف but was able to finish the case what is the action considered، حضرتك عملت ايه؟ حضرتك عملت مال براكتس، لان ده مش من تخصصك، الجي بي مش من تخصصه ان هو يعمل سيرجيكال اكستراكشن،
تمام. اخر سؤال ان شاء الله، 70 سنه ويز كنترولد دايابيتس، عنده 80% بليك، عنده 80% بليك في بوكو وكالكولس، ولوز للتيس ويز هيز بلاد بريشر 165 على 89. وات فاكتور شود بي مونيتورد سو هيز كونديشن ويل نوت جيت وورس؟ المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا اعمل له بلاك كنترول، بس المفروض ان انا اعمل له بلاك كنترول، لكن هل انا اعمل له ميديكيشن تشينج؟ اوعى تغير لعيان ميديكيشن، لان انت مش من وظيفتك ان انت تغير لعيان الميديكيشن، تمام؟ عايز تغير عيان الميديكيشن يبقى بريسكرايب تو الفيزيشن بتاعه، تمام؟ خلصنا كده الجزء بتاع النهارده.